بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا من ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
الله عليك يا أم كلثوم، الله عليك. ستي الحبايب السلام عليكم أصدقاء جديدين، لاباس كل شيء بخير، أموركم مزيان، نهاركم مبروك جميعا. احنا الآن كنتواجدوا بدوار القواصم، جماعة سيدي بن حمدون، ولاد عبو برشيد. هذا 4/3/2022 مارس. سبحان الله، الفلاحة في ولاد عبو. شو مارس، هذا هو مارس، الله يرحمنا. الفلاحة هاد العام مبقاتش فلاحة، أما الناس قاع تلقوا في الزرع ديالهم. سبحان الله، أرض قاحلة. والحمد لله، الحمد لله على كل شيء. دوار ولاد عزوز، دوار نقيشة، دوار الهراشة والغيديين. بقى ميت كاس، سبحان الله. الله يعاونكم الخوت. هذا فيديو يبين لكم المعاناة اللي كيعيشها الفلاح هاد السنة. نطلبوا من المسؤولين الدعم الفوري هاد الفلاحة، لأنهم فلاحة صغار وكيعتمدوا على الفلاحة الموسمية. حنا مبغيناش داك الدعم ديال جوج خنشات ديال الشعير، بغينا دعم شهري لهاد الفلاح هذا اللي كيعاني في صمت. صراحة كيعاني في صمت، ما حيلتو البهيم، ما حيلتو راسو، ما حيلتو الولادو، ما حيلتو. الله يحسن العون، والله الله العظيم، إلى معاناة حقيقية كيعيش الفلاح في المغرب، سيتو الفلاحة الصغار. يلا أعانكم الله أخوت. سبحان الله على أجواء، شوف مع الشق، سبحان الله العظيم، سبحان الله.
الله لا العافية. أجواء ممطرة، الحمد لله والشكر لله. سبحان الله على أجواء شو. سير يا تكون وين دابا دابا عليك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.